بعد انفجار في حافلة بجنوب القدس إلى إصابة 20 شخصا على الأقل. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الحادث قد يكون ناجما عن هجوم مسلح. وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا يتصاعد من حافلتين محترقتين، فيما يبدو أن النيران انتقلت من إحداهما إلى الأخرى. هذا ووقع الحادث في شارع الخليل في منطقة قريبة من الحدود مع الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك قتلى بين الضحايا. كما قال مصدر في طواقم الإسعاف الإسرائيلية إنه تم إرسال جميع الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.